ومحافظة الدقهلية بدأت خطة شاملة لتطوير الكورنيش. كمان بدأت المحافظة في إنشاء 4 مراسي على النيل، وده ضمن مشروع الأتوبيس النهري واللي بيعتبر وسيلة مواصلات سريعة وآمنة ورخيصة. ويمكن التجربة بتاعت الأتوبيس النهري مهمة للمحافظات لأنها بتعتبر وسيلة متعة وترفيه في نفس الوقت، واللي بتحل مشكلة المواصلات بشكل كبير. اليوم في مدينة المنصورة لا يكفيه 24 ساعة. اختناق مروري وأزمة في المواصلات. وعلى الرغم من 122 كيلومتر يمتد بها نهر النيل في محافظة الدقهلية التي بلغ سكانها 6 مليون نسمة، لم يدخل الطريق النهري حسابات الحكومة لحل الأزمة إلا مؤخراً بعد قرار المحافظة بإنشاء 4 مراس بطول 4 كيلومتر تقريباً لتفعيل مشروع الأتوبيس النهري. المسافة الطولية هنا حوالي 4 كيلو داخل مدينة المنصورة، دي هتستغرق وقت طبعاً هيبقى بالنسبة لل حوالي ربع ساعة الحركة في النهرية، هتكون لو على البر هتاخد بتستغرق حوالي أكثر من نص ساعة، في وقت الذروة ممكن توصل لساعة، فالحركة النهرية بتكون أخف لأن ما فيش عوائق، ما فيش ازدحام داخل المجرى المائي، فده يخفف أثر مدة الانتقال من الجامعة حتى المحافظة. بتكلفة تتراوح بين 20 إلى 30 مليون جنيه كبادرة مشروع ضخم يجذب الاستثمار السياحي ويحل أزمة المواصلات والاختناق المروري بمدينة المنصورة، يرحب كثيرون بينما يخشى البعض أن تقع كلفة المشروع على كاهله. احنا واقفين بقالنا نص ساعة، المفروض دلوقتي بدل ما اتوبيس نهري، يعني هو كمحافظات احنا بنقول على ايه، ما فيش دلوقتي وسائل مواصلات ان احنا نروح بيها، تمام؟ فبدل الاتوبيس النهري ما يوفروا مواصلات يعني اكتر. انا والله العظيم بندم ان انا بنزل بسبب المواصلات، والله العظيم. ونيجي نبص الدكاتره يقول لك ايه، انتم مستهترين، انا عندي محاضره الساعه 9، اجي هنا الساعه 10:30 11. الناس انت بتعاني من المواصلات، يا ريت ان في مثلا اتوبيس نقل يجي تبع المحافظه ينقل برضه في المحافظات، ينقل كده الموقف الجديد، ينقل البتاع. ومن المقرر أن يتم تحديد سعر التذكرة ب5 جنيهات، ويبدأ النقل من أمام مبنى محافظة الدقهلية، ثم كوبري طلخة، ثم الجامعة، مروراً بميت خميس، ثم مدينة ميت غمر كمرحلة متقدمة، ويليها مستقبلاً نقل المشروع وتوسعته ليشمل الربط بين المحافظات وبعضها البعض. احنا شغالين فيه بكل طاقتنا، واتعمل دراسه اكتواريه واختارت الشركات واختار العرض المناسب، واعتقد ان احنا لما نيجي نعمل حاجه جديده بيكون تركيزنا على الجوده والسيفتي وظروف الناس الماديه. وسيله النقل النهري الحل الذكي الذي تعمل وزاره النقل على تفعيله بعد اهمال لسنوات طويله، لتكون مدينة المنصورة اولى محطات تفعيل الرؤية خلال نهاية العام الجاري المقرر فيه انطلاق الأتوبيس النهري. أحمد عبدو، NBC مصر.